محمد الصافي المهريري حكى معي العقيد المقدم تبع مطعم النهر، هلا حاجز مطعم النهر، كان حاجز اخواتي ونسوان اخوتي بالبيت وامي، حكى معي على اساس اني سلموا علي عفلة تسليم. قلت له تسليم ما فيني سلمك اياه، قال لي بتسلم حالك يا بتسلم. قلت له معناتها لاني مسلم حالي ولاني مسلم. قاموا فكوا الشوادر اللي بيننا وبينهم، كنا مسكرين، وفاتوا على البيت، فاتوا على البيت انه على اساس بدهم ياخذوا النسوان. رد وحكى معي وقال لي رح اترك النسوان اليوم لنشوف لبكره فكر فيها. حكينا سكرت، حكى معي للتاني يوم قال لي هيك 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 القصه، بدك تحط ابوي بسياره علي عفله، بس ما بعرفش انه كيف بدها تتفجر. اعطاني رقم قال لي بدق هالرقم بس تخلص منه. حطينا العبوه ومشيت السياره وعلمت على الرقم، قام انفجرت السياره. وين حطيت العبوة؟ ايمتى حطيت العبوة؟ اول امبارح الساعة 12 بالليل. وين كانت السيارة؟ كانت شو اسمه هذا درب هريرة بتقولوا له. وشو قصة ال 10,000؟ قصة ال 10,000 انا حكيت معه عشان شوفه حجة يعني. ايوه السيارة كانت على درب هريرة فوق عين امين يعني؟ فوق العين. ايه وين حطيت العبوة؟ لزقتها من تحت الكرسي من تحت لبرا. لانه بجيت لافتح، حاولت افتح الباب بشرطة ما فتحش معي. لزقتها من تحت الكرسي. ايوه وصار اللي صار. وقال لك خصرا بس يكون عليه عفله لحال المشهور. قال لي بس يكون عليه عفله بسياره، ما حدد ليش اي واحد معه. ما حدد لكش حدا معه. وهم لا يكون عليه عفله فيه. ودقيت على قائد المجلس العسكري. ودقيت على الرقم انت؟ اعطاني الرقم دقيت عليه. بعد ما شفت عليه عفله. ايه بعد ما تركته ومشيت. ايه. بس هاي القصه. وفجرت لحد السياره. فجرت السياره. وقت تعلمت ضليت تعلمت انا ونزلت، قامت فجرت السياره. رجعت حكيت مع الضابط؟ لا ما عادش حكيت معه، وقت شفتني انت كنت عم علم له انا على جوالي. كنت عم علم على الرقم. كنت عم تعلم على الرقم اللي اعطاك اياه. ايه. هو هالرقم تبع العبوه؟ ما بعرفش تبع العبوه ولا تبع شو هو، بس اعطاني هذا الرقم قال لي بتعلم عليه، بس تحط العبوه وتشوف عليه راكب بالسياره. ايوه. بس انا سويت الشغل كلها كله ضغط شان عرضي اللي قاعد بالبيت. طيب. هلا انت حدا ضغط عليك لحتى تعترف الاعترافات؟ لا. لا عم تعترف الاعترافات مزبوطة لما من الضغط ولا من القتل؟ مزبوطة. مزبوطة اكيد 100%. ما معك حدا من ضايع؟ ما معكش حدا من ضايع ابدا ابدا. لا. ولا من غير المنطقة ولا من برا ولا اي انسان؟ لا رقيب. لا مأكد من الحكي انت؟ ما في غير هذا العسكري الطير على الاول. لوين طلع لك اياها؟ طلع لي لفوق المخزن. متأكد انه عسكري؟ قال لي انا بعت لك واحد من عندي من الحاجز. طيب أيوة. ماشي رجع تقول له انه بدنا نحط عبوه لواحد ثاني. نعم لا رجع تقول له بدنا نحط عبوه لواحد ثاني. انا مسحت رقمه من جوالي. قول والله على ما اقول شهيد. قول والله على ما اقول شهيد. والله على ما اقول شهيد.